الفوتو ابليجن، لان الاربيوم يعني الاربيوم كروميوم بيشتغلوا بالفوتو ابليجن يا ولاد. طيب لو مش فاهم، لو واقع، لو كلام مش واضح قوي، وقفني واسالني. انا عارف الناس كلها لسه صاحيه من النوم، مش عارفه تفتح، مفيش مشكله خالص. لو في حاجه اقع منك وقفني. معلش، ممكن تعيد الجزئية اللي فاتت تاني اللي هي يعني جزئيه بالظبط بتاعت؟ أنا دخلت عند الجزئية بتاعت ال water absorption. طيب بص يا ست البنات، احنا فاكرين من الجراف بتاع الليزر، احنا النهارده بنتكلم على الهارت تيشو انتراكشن، الانتراكشن اللي ممكن يحصل ما بين الهارت تيشو وما بين الليزر. فلو بصينا هنا على الجراف ده يا آية، فاحنا هنلاقي ان اكتر انواع الليزر اللي بتمتص في الهيدروكسي ابراتايت والووتر. اشمعنى الهيدروكسي ابراتايت والووتر؟ لان دي من المين كونتنتس اوف ذا هارت تيشو. شباب في حد المايك بتاعه شغال؟ عامر ابراهيم اقفل المايك بتاعك. ومين تاني؟ اه هو كان عامر، ماشي. مدى فؤاد برضه اقفل المايك بتاعي. طيب قلنا ان الهارت تيشو مينلي الكروموفومز اللي فيها، اللي هيمتص فيها الليزر الهيدروكسي اباتايت والاتش 2 او، وكانوا الاثنين دول بيمتصوا في الاربيام ياج والاربيام كروميوم والسي او 2. جبران كان قال لنا المعلومه دي. طيب دكتور، ينفع سؤال بس؟ معلش. طب اخلص الكلمتين دول تمام، ماشي. ماشي تمام. وكنا عرفنا يا ولاد من المحاضرة اللي فاتت ان عندنا في اربع، لما الليزر بيقابل التشو بيحصل واحد من الانتراكشنز الاتيين، فوتو كيميكال انتراكشن. لما كنا بنقول البايو ميديليشن والبايو ستيميليشن، لو ليفل ليد ثيرابي، ثيرمال انتراكشن، فوتو ابليجن، وفوتو ديسربشن. خدنا الفوتو ديسربشن يا ولاد، حطيناها في بدايه المحاضره بتاعتنا بصوره اس في الفوتو ابليجن، لان هو ده تقريبا المعني بالهارت تيشو انتراكشن. واحده واحده، البيام ياج، البيام كروميوم، سي او 2 مش هيعمل ديب بنتريشن في التيشو زي الدايود. التفاعل بتاعه هيبقى على السيرفس. التفاعل بتاعه هيبقى عبارة عن ايه؟ ان في طاقة عالية جدا هتخش ما بين الانتر مولكيولر سبيس، سوبر سونيك فيلوسيتي تخش ما بين الانتر مولكيولر سبيس، فيبتدي يحصل ديسربشن، يبتدي يحصل انفجار، يبتدي يحصل اكسبلوجن، تبتدي الانتر مولكيولر سبيس دي تتكسر، يبتدي المولكيولز نفسها من الطاقة العالية اللي جواها تنفجر، فيحصل انفجارات على سكيل المايكرو، مايكرو اكسبلوجن، تبقى انفجارات صغيره جدا جنب بعض. ودي الطريقه اللي بيتشال بيها التشو، اللي احنا بنشيله لاير باي لاير على طريق مايكرو اكسبلوجن. قول بقى يا احمد، كنت بتسأل سؤال. انا في حته متلخبطه عندي يا دكتور او حضرتك. في المحاضره اللي فاتت كنت قلت الارديم ياج والسي او 2 دول بيستخدموا في السيرفس، اما يعني عشان عندهم سيرفس انتر قوه اكشن، ده اللي احنا بنقوله البنتريشن. دلوقتي حالا. اه كمل بقى عندهم قوه البنتريشن مش عاليه. طب احنا ازاي بالظبط. هنستخدمه في الهارد تيشو دلوقتي لو البنتريشن بتاعتهم ضعيفه، بنتريشن ايه؟ اللي هو قوة إن هم يعدوا السيرفس؟ عشان كده كنا بنستخدمه في السيرفس بس من بره، بالظبط. يعني انا السكيلينج وحاجات زي كده. واحنا ازاي الدايود هنستخدمهم في هارد تيشو دلوقتي؟ مش هقدر اشتغل بيه في انامل ودنتين، مش هقدر ارفع سلاب واشتغل بيه على البون. اقدر، وفاهم اللي بقوله؟ يعني ده مش زي الدايود. الدايود انا كنت ممكن اعمل الافكت دي من غير ما افتح السجن، انما في حاله زي حاله يا عامر، مايكك يا عامر، عامر ابراهيم اقفل المايك. انما في حاله زي حاله الاربيام ياج والاربيوم كروميوم، انا بفتح فلاب اوصل للبون وابدا اشتغل عليه. وصلت ولا لا؟ حليت ايوه يا المشكله؟ دكتور، يعني اه يعني لو فتحنا فلاب او كده يبتدي يشتغل معانا يعني عادي بشوف في الهارد البون. ستيشن وكده. ده انا بجاوب على سؤالك بس. بس انا عايز اقول لك ان احنا كمان نقدر نرفع بيه فلاب، بس لما تيجي لها وقتها واحده واحده. تمام؟
تمام يا دكتور، لأن رقم نفس كده برضه. نظرية إن أنا قدرت أشتغل بيه على خشب مع إن ما فيهوش الكروموفورمز اللي يمتص النوع ده من الليزر، اشتغلت بالووتر اير سبراي، إن أنا عليت نسبة الووتر وقللتها، ممكن أقدر أعمل كده مع السوفت تيشو. يعني ممكن أعمل بيه دي بيجمنتيشن، وفعلا أتعمل بيه دي بيجمنتيشن، فاهمني ولا لأ؟ أقدر أشيل بيه تيشو، يعني أشيل بيه جرانيليشن تيشو، ممكن أبقى بعمل مثلا ابيسكتومي أو حاجة، وبشيل بالإربيوم جزء من الايبكس، وفي نفس الوقت في جرانيلوما او في سوفت تيشو اقدر اشيل بيها. بستخدم نفس الطريقه اللي قلنا عليها ان انا بعلي نسبه الووتر في السبراي، فالووتر الوسط هيبقى فيه ووتر، فهو هيقع على الووتر، هيعمل المايكرو اكسبلوجن وياخد معاها التيشو، يحرق معاها التيشو اللي احنا مش عايزينه. وصلت يا جبران؟ استاذ دكتور، شكرا حضرتك. لكن الايفكت هنا كله هيبقى على السيرفس، مش هعمل دي بنتريشن زي الدايود. يعني الدايود وانا بشتغل بيه ممكن يبقى حد عنده بين ماسكلر بين، حد كان بيلعب رياضه وعنده لاكتيك اسيد في عضلاته زياده، حد كان ستريس ومصدع، الماسيتر بتاعته وجعاه، التي ام جي تعبه، اي حاجه من الحاجات دي. انا ممكن احط التاب الفلات توب هاند بيس على المكان اللي تعبه، بحرك حركات دائرية الحرارة بتاعتها بتوصل للتيشو ويرتاح، البين بيروح. ده دي بنتريشن. انا ما اقدرش اعمل كده بالاربيام ياج ولا الاربيام كروميوم. هعمل بيهم ايه؟ بشيل لاير بعديه لاير بعديه لاير. طيب مش عايز اشيل من السوفت تيشو، انا هرفع فلاب، افتح فلاب واشتغل بالاربيام ياج والاربيام كروميوم. هو ده الفرق ما بين الدايد ليزر والاربيام ياج. علشان كده الدايد ليزر احنا نخاف منه، ممكن وانا شغال، هو موصوف قوي للسوفت تيشو، ممكن وانا شغال مثلا على الجينجر بعمل كيريتاج، بعمل سكيلينج، بعد ما خلصت وبعد كده بعمل دي بيجمنتيشن بالليزر، بالدايد ليزر للبوكت. لو التب بتاعتي مش متوجهه مظبوط، لو التب بتاعتي متوجهه على السنة، ممكن يعمل ديب بنتريشن، يعدي من الانامل للدنتين ومن الدنتين للبلب، البلب في بلاد يحرق البلب، يقتل البلب. دي مشكلة الدايود ممكن يعملها، بس المشكلة دي ما خافش معاها منها مع الاربيوم، لان الاربيوم زي ما قلنا بيعمل سيرفس، هيكسر عشان يوصل للبلب، لا عايز يقطع الاول الانامل وبعد كده يقطع الدنتين عشان يقدر يوصل له، لانه يعني بيشتغل لاير باي لاير. وصلت؟ وصلت يا دكتور، شكرا لحضرتك، وصلت ماشي أوي حبيبي كمان، بجد؟ شكرا حضرتك، آه ماشي. والله. دلوقتي احنا هنفكر ان احنا نستخدم الليزر. في المحاضرة اللي فاتت استخدمنا الليزر مكان المشرط، استخدمنا الليزر مع السوفت تيشو مكان حاجات كتيرة، واحدة منها المشرط، وحاجات كتيرة جدا، ابلكيشنز كتير، بس انا بحاول اديك تشبيه. النهارده هستخدم الليزر مكان الهاي سبيد واللو سبيد هاند بيس، علشان نوع من الليزر هيقدر يعمل الفانكشن اللي بتعملها الروتور الماتور بتاعها. الانواع دي زي ما قلنا يا اولاد الموصوفه للهارت تيشو انتر اكشن تقريبا هي الاربيوم، سواء كان اربيوم ياج او كروميوم، ممكن السي او 2. عشرة مية وسبعين تلاتة وستين ستاشر. أنا فتحتها في المايك، اقرا معايا كده. حضرتك يا دكتور، إيه ست البنات؟ effect of laser on hard oral tissues both erbium yag erbium chromium laser wavelengths have free running pulsed emission mode I الخمسين mean اللي هي 50 ملي سكند، that تمام؟ give rise to to high peak power level أكتر من 1000 watt تمام. resulting in an instantaneous instantaneous explosive vaporization evaporation of of water. the water content of enamel and dentin leading to dissociation of the tissue and ejection of microfragments. تسلم يا حبيبتي. في المايك ست البنات. الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم يا اولاد،
بيقدروا يشتغلوا، بيدينا باور عالي قوي، البيك باور بتاعه عالي قوي، يقدر يعمل اوسكيليشن زي ما قلنا، هو بيمتص في الووتر والهيدروكسي اباتايت وبيشتغل على السيرفس، فبيقدر يكسر التشو، يفصل التشو من بعضها وبيخرجها as a vapor as a microfractions. Formation model of both laser use coaxial water spray. يعني انا علشان اشتغل بالالبيوم، بالالبيوم ياج او الالبيوم كروميوم، انا محتاج يكون معايا سبراي ميه وهواء، وانا كمان بحكم الميه والهواء، بقدر احكم كميه الميه عايزه 10% 20 30%، واقدر احكم كميه الهواء. بستخدمه ليه؟ علشان يبقى عندي ميديا اقدر اعمل بيها ابليجن، وعشان تبرد السيرفس. فاكرين لما كنا بنقول ان اللي تحت الانفراريد هو ثيرمال، ولكن كل ما ببعد عن الـ عن الـ عن الريد فانا الثيرمال بيقل. خليني عايز اقول لك ان الالبيوم ياج والالبيوم كروميوم احنا بنستخدمهم واحنا مرتاحين مع حاجه زي العض، لانه المفروض ان مفيش ثيرمال انتر اكشن، مش هيحرق العض. ولكن ده متوقف على ايه؟ متوقف على وجود الاير ووتر سبراي. 10 170 38 14، اقرا معايا. حضرتك يا دكتور، in محتاج compression تعيط with كتير. rotary instrumentation mobile temperature rise is براحة minimal. براحة براحة، انت بتقرا بسرعة. حاضر. in comparison with in the rotary comparison with rotary instrumentation، يعني instrumentation. انا بقارنه دلوقتي، بقارن الليزر بالروتر بالموتور بالهاي سبيد واللو سبيد، صح؟ صح. تمام. palpal temperature Global temperature rise is minimal with ERBM laser wavelengths are employed in cavity preparation. حلو. يعني انا لو استخدمت الليزر مكان الهاي سبيد او اللو سبيد في الكافيتي بريباريشن، انا ما عنديش حراره تقريبا، عندي حراره اقل، علشان احنا بنعتمد على وجود الووتر اير سبراي، بنعتمد على وجودها في ريدكشن، وبنعتمد على وجودها في انها بتغسل لي او بتوش اوت الدبليو، وبنعتمد عليها طبعا في انها بتقلل درجه الحراره. طيب the increased water content The increased water content of caries results in rapid preferential ablation of such material compared to normal enamel and dentine. حلو قوي الكلام ده. احنا قلنا يا اولاد قبل كده من الجرافز ان الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم حساسيتهم للووتر عاليه، الابزوربشن بتاعهم في الووتر عالي، فبالتالي التيشو اللي انا شغال عليها دي كل ما يزيد فيها الكونتنت الووتر كونتنت، كل ما الابليجن يبقى اعلى. طب خليني اقولها لك، انا ممكن اظبط البارامتر بتاعتي، يعني انا مثلا اعرف ان الهيلثي دنتين في قد كذا ووتر كونتنت، والديكي دنتين في قد كذا ووتر كونتنت، اظبط البارامتر بتاعتي انها ما تمتصش في الليفل بتاع الهيلثي دنتين وتمتص في الليفل بتاع الديكي دنتين، ودي حاجه ما يقدرش يعملها الماتور. الهاي سبيد واللو سبيد يا ولاد ما بيقدرش يفرق ما بين الهيلسي والديكاي دنتين. الحاجه الوحيده اللي كانت تقدر تشوف لي الكيرز كان الكيرز ديتكتور داي، في داي كده كنا بنحطها على السنه نسيبها شويه تصبغ الكيرز، وبعد كده لما نغسلها يتبقى منها نقط على الكيرز بس. الحاجه التانيه النهارده اللي تقدر تعمل الشغلانه دي الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم، لان السلكتيفيتي بتاعته للووتر عاليه جدا، فهبدا ادخل في هبدا اسمع اكسبريشن جديد اسمه المايكرو دنتستري، ان انا عندي هايلي سلكتيف ليزر بيم اقدر اخد بيه بس التشو اللي انا مش محتاجها او التشو اللي انا عايز اتعامل معاه، اقدر اعمل بيه تارجتنج للتشو. كمل يا دكتور. This may allow cavity preparation to accomplish with more conservative preservation in intact dental tissue. تسلم يا وحش، في المايك بتاعك. اسمك ايه؟ محمد جمعة. شكرا يا جمعة، في المايك بتاعك. الجبران، انا ما شفتكوش الاسابيع اللي فاتت في العادة خالص. طب الاسبوع اللي فات الدكتور كان عندنا ظروف، نعتذر من حضرتك، بقول لحضرتك عليها لما نيجي كمان ان شاء الله. ربنا يحميكم. طيب عشان ايه؟ شدوا حيلكم خلاص، في ناس عملت أكيد. كيسز كويسه وفي ناس ما اشتغلتش، يعني في ناس انا اعرفها من الناس الكويسه لسه ما شفتهاش، ما عملتش بيشنتس، مظبوط سميت للميد تيرم هتتسرقوا.
يعني هتقعد وتستنى الميد تيرم يجي، يخلص الميد تيرم هتلاقي خلاص بقى عندك اسبوع، الاسبوع مش راح تعمل حاجه لا ان شاء الله باذن الله هنحاول نجيب بيشنت ان شاء الاسبوع الله. الجاي باذن الله. جبران ماشي. انا صوتي بيقطع ولا كويس؟ لا الصوت مظبوط يا دكتور. يا حاتم جبران بيقول لك الصوت كويس، ليه بيقطع عندك انت يا وحش؟ ماشي تسلم يا حبيبي. دي اشكال يا ولاد لاجهزه الاربيوم، سواء كان اربيوم ياج او اربيوم كروميوم. ووتر ليز عمل جهاز اربيوم كروميوم، دكتور سمايل عمل جهاز البلاسر ده كان اربيوم ياج. ديكا كذا شركة عاملة الأجهزة، الأجهزة دي كبيرة يا ولاد، الأجهزة دي قد التلاجة الميني بار كده. الجهاز ده مش رخيص، الجهاز ده غالي، الجهاز ده سعره بيوصل لمليون، مليون ونص. فعشان تجيب جهاز زي ده فيبقى ده هاي انفستمنت، فلازم تبقى عارف انت بتعمل بيه ايه، ما تجيبوش كده وخلاص. وبعد كده حساسية بتاعته عالية جدا، الجهاز ده ممكن عادي جدا تجيبه وتشتغل كيس يتحرق منك عشان انت مش عارف الابليكيشن المظبوط، التيوب تتحرق منك، تحرق المرايات، تحرق اللينس. فدي اجهزه زي ما قلنا هي هايلي سيلكتيف وهايلي ادفانسد وانفستمنت مش قليل. فلما اجيب الجهاز ده ابقى عارف انا بعمل بيه ايه بالظبط. خلينا نبص كده مع بعض، لو اخدت بالك هتلاقي هنا كانه تيوب، كما هنا كأنه articulating arms. معناه ايه؟ معناه ان الاربيوم ياج والاربيوم كرومين اللي هو الضوء الليزر اللي بيخرج، كل اصلا الليزر اللي بيخرج من التيوب انا عايز انقله للتشو. ممكن انقله في فايبر اوبتيك او ممكن انقله في articulating arm. يعني ايه articulating arms يا ولادي؟ يعني انا بحط قدامه مرايه يقابلها مرايه الناحيه التانيه، يفضل يعكس الليزر بيم لحد ما يوصل التارجت تيشو، فساعتها هستخدم حاجه زي دي articulating arm زي دي. الاقيه يطلع هنا ستريت يقابل المرايه ينكسر الناحيه دي، يقابل المرايه يقعد ينكسر لحد ما يخرج يقابل التيشو. نوع تاني زي ده اللي هو الفايبر اوبتيك. الفايبر اوبتيك نظريته كانت بتعتمد على ايه؟ على الزاويه الحرجه. يعني ايه الزاوية الحرجة يا ولاد؟ عايز اقول لك ان انت في زاوية ما بين الانكسار والانعكاس بنسميها الزاوية الحرجة. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجيب كشاف واحطه على مية في زاوية النور بتاعه بيعدي من المية يبقى جوه المية، اغير الزاوية بتاعتي اقللها اقللها لحد ما الاقي النور ما بقاش بيخرج من المية، لا هو بقى بيخبط في وش المية وينعكس الناحية التانية. ما بين الزاويتين دول في زاوية اسمها الزاوية الحرجة، الزاوية اللي فيه الليزر هيمشي على وش المية. اكتشف النظرية دي ازاي؟ كان واحد قاعد في السوق وقدامه برميل فيه خرم بيخرج منه مية، الضوء ملقاش الضوء بيطلع طبيعي، لا الضوء بيمشي جوه المية كأن المية منورة. احنا بنعمل بيها ابلكيشن، يعني انا في الغطس كنت بستخدم الحركه دي ان انا انور بيها كتير. لو انا بغطس في نايت دايف وفي عكره كتيره في الميه، ماسك الكشاف بتاعي لو حطيته قدامي هيخبط في العكره دي فما اشوفش كويس، فكنت ممكن اضربه الكشاف بتاعي اروح اضربه فوق على وش الميه. ايمان يسري اقفلي المايك يا ست البنات، يخبط في الووتر سيرفيس ويرجع قدامي ينور مكان بعيد، كده عمل انعكاس. ممكن اغير الزاويه اكتر، الميه تطلع النور يطلع بره الميه خالص، يخبط في الووتر سيرفيس ويطلع بره. زاويه في النص ما بينهم كان يمشي على الووتر سيرفيس كانه منور، كاننا فوقيه سما. فهي دي بالظبط فكره الزاويه الحرجه. احنا بنحرك اللايت جوه الفايبر اوبتيك بالزاويه الحرجه، يعني الفايبر اوبتيك بيخشها الليزر لايت بالزاويه الحرجه فيفضل ماشي مع الفايبر اوبتيك. يبقى انا اخدت النور اللي كان بيمشي في ستريت لاينز مش عارف اوجهه، ان انا خليته ماشي جوه تيوب زيه زي الميه، عشان اقدر اخليه يعمل البيهيفير ده بدخله التيوب بالزاويه الحرجه.
أرجو إنها تكون واصلة، لو مش واصلة اسألوني تاني. دكتور معلش، يعني الليزر بيمشي دلوقتي في الزاوية اللي ما بين الانكسار والانعكاس، ما بالظبط، بينهم الاثنين. فأقدر أمشيه في تيوب زي المية. مش أنت المية بتقدر تحطها في خرطوم وتوجهها لأي مكان؟ هو نفس الموضوع اللي عملنا كده مع الضوء. الضوء بيمشي في خط مستقيم، ما ينفعش أكسره، ما ينفعش أخليه أغير اتجاهه. فكنا بنخلي اتجاهه يتغير يا إما بمرايات أو إن أنا أحطه في الفايبر أوبتيك تيوب. عشان أحطه جوه فايبر أوبتيك تيوب يبقى كأنه ماشي في خرطوم مية، لازم يخش التيوب بالزاوية الحرجة اللي هي الزاوية اللي ما بين الانكسار والانعكاس، فيسرح يجري جوه التيوب، يمشي على السيرفس بتاع التيوب. وصلت؟ وصلت يا دكتور. ماشي. الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم الويف لينث بتاعها عالي، 2780 ل 2940، وزي ما قلنا قبل كده ان هم هايلي سيلكتيف ويف لينث اكتر مع الووتر والهيدروجين ابيتايت. وقلنا ان الاربيوم ياج الابزوربشن بتاعه او السنسيتيفيتي بتاعته اكتر للووتر من الاربيوم كروميوم بحوالي 3 مرات، عشان كده بنحب نستخدمه اكتر في الجلديه وحاجات التجميل. ولكن هما الاثنين نعتبرهم هايلي سيلكتيف مقارنه باي نوع تاني من انواع الليزر، فهم من اعلاهم، من اكترهم سيلكتيف. ده برضو يا اولاد المظهر كنا بنتكلم عنه، ان الاربيوم ياج هما دول، الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم مكانهم. الاربيوم ياج امتصاصه اعلى قوي في الووتر، الكلام ده احنا بنقوله، هو بنكرره كذا مره. فهي دي المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها يا اولاد، دي المنطقه بتاعت الهارت شو انتراكشن. ولكن بالكونسول قوي على الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم. على فكره ال سي او 2 موجود في مصر بوفره، وهتلاقيه في معهد الليزر. ولكن المفروض ان الانوفيشن يعني او التطوير هو كان الاي بي ام ياج والاي بي ام كون. بص في الوتر دوكس او تفتش الهارت تيشو. ماشي. ميزه الاي بي ام ياج يا اولاد والاي بي ام كروميوم ان هو بس مش هيتفاعل مع الهارت تيشو، لا كمان هيتفاعل مع السوفت تيشو على حسب الووتر كونتنت والهيدوكسي ابيتايت. ده هيبقى هارت تيشو، والووتر كونتنت فده ممكن يبقى سوفت تيشو. الاربيوم هو سوليد ستيت ليزر، يعني بيطلع الميديوم بتاعته هي سوليد زي ما احنا شايفين هنا. وزي ما قلنا كده قبل كده، الاربيوم ممكن يتحرك يخرج من التيوب يوصل للتيشو، للتارجت تيشو، عن طريق articulating arm او optical fibers. واحنا حكينا على الفايبرز وفهمنا بالظبط هو بيشتغل ازاي. طيب لما بيوصل للهاند بيس هيطلع بشكل من شكلين. الهاند بيس ممكن نهايتها يكون فيها بير، يكون فيها تب، او ممكن يكون فيها لينس، يكون فيها عدسة. لو انا بشتغل بفايبر اوبتيك يبقى هتنتهي بتب، لو انتهيت بتب فانا ممكن اشتغل كونتاكت، يبقى الكونتاكت هاند بيس لازم بيكون اخرها فيه تب. يعني ايه؟ يعني الماكسيمم باور بتكون على طرف التب، يبقى انا كده بشتغل بفايبر اوبتيك. انما لو بشتغل بارتكيليتنج ارم هتنتهي الهاند بيس بلينس، بعدسه. والعدسه مع ان انا بشتغل نون كونتاكت مود. يعني ايه؟ يعني الماكسيمم باور بتاعتي مش هتكون على التب، لا هتكون بعيده شويه في الفوكس بوينت. وانا فعلا يا اولاد بشوف الليزر بالمنظر، حتى لو انفيزبل، لو انفيزبل بيكون معايا حاجه اسمها الايمنج بيم. الايمنج بيم ده نوع من انواع الليزر، بيبقى مختلف شويه، اقل الويف لينث بتاعه، اقل اقدر اشوفه، فبيديني نفس البيهيفير. فانا ابص هنا على سبيل المثال الاقيه خارج بعيد عن بعض، ويفضل يقرب اكتر نقطه يبقى قريب فيها من بعضه، بنسميها الفوكس بوينت. الفوكس بوينت دي بيبقى عندها الماكسيمم باور. كده بنقول انه يحصل افكت اكتر من اللي انا محتاجه. مش محتاج ان انا اوقف واغير البارامتر ده، انا مجرد ما ابعد التوب او اقربها من التيشو بغير الافكت. لو هنا كان اعلى باور
ابعد التب، فبروح لباور اقل. لو هنا كان اعلى باور وانا ما فيش مثلا، انا بشتغل التيشو هنا او التيشو هنا وانا مش قادر اوصل لاعلى باور، ممكن اقرب واوصل لحد ما احط الفوكس بوينت هي اللي على التيشو. طيب نقول تاني يا اولاد، الار بي ام ياج والار بي ام كروميوم عندها اتنين هاند بيس، كونتاكت مود ونان كونتاكت مود. الكونتاكت مود بيشتغل على التب يبقى جاي من فايبر اوبتيك، النان كونتاكت مود بيشتغل بلينس يبقى جاي من ارتكيليتنج ار. تقولي يا ست البنات؟ ممكن اسال على حاجه بس؟ اتفضلي. هو انا دلوقتي لو هي معموله بتب، يعني احنا كاننا شغالين بيها زي الكونترا كده، هدخل التب وافتح كافيتي ولا كفايه بس الليزر هو اللي هيفتح بيها؟ التب دي ملهاش اي افكت، هي بس بتنقل الضوء. بتنقل الضوء يعني بس التب دي، التب دي مش عامله زي البير. التب دي حته بلاستيك كده، حته فايبر اوبتيك، تحطيها على التيشو مش هتعمل فيها حاجة، مش هتأثر فيها. خلاص فاهماني شكرا. ولا لأ؟ حتة إزازة، حتة زيركون أو حتة كوارتز، حتة إزازة، هي كل اللي بتعمله إنها بتنقل الطاقة. بالعكس ده أنا في بعض الأوقات في الكونتاكت مود في العمل يقول لك إيه، ابعد شوية، ابعد حاجة بسيطة عن التيشو علشان التب دي ما تتجرحش، لأنها بتنقل ضوء، فانا عايزها دايما كلير عشان تقدر تخرج الضوء، لانها لو اتجرحت او اتحط عليها تيشو مش هتقدر تنقل الضوء، مش هتقدر تعمل الايفكت اللي انت عايزه. شكرا يا دكتور. شكرا يا ست الكل. الاربيا عمدا هو بولسد مود ليزر، احنا قلنا ان في كان عندنا حاجه زي الديود، ممكن اشتغل كونتينوس مود وممكن اشتغل بولسد مود. اذا انا عندي هنا الار بي ام مينلي هو بالسد مود ليزر، الاميشن بتاعه بالسد، بيطلع في بالسيشن. البالسد مود انا اقدر اعلي وازود هنا بقى، لما كنا من الاول بنتكلم بالوات، هنا في عندنا حاجات تانية نقدر نتكلم بيها، اقدر اتكلم بالفريكونسي، اقدر اتكلم بالاوسكيليشن، اقدر اغير الفريكونسي بتاعتي. انا عندي الويف لينث ثابت بس ممكن اغير الفريكونسي، ممكن اغير البالسيتنج مود، ممكن اعلي البالس او اقلل البالس. وهي دي تقريبا الفكره بتاعت الاربيوم، ان انا بعمل اوسكيليشنز عاليه جدا، فبالتالي بعمل المايكرو ابليجن زي ما قلنا قبل كده. طيب نقولها دي، مش عارف اسمها دي بينا ولا لا. طيب كنا قلناها قبل كده يا اولاد، ان انا لو الباور واصله ان كونتينوس مود واصله ان ايميشن مود، دايما الايميشن مود يا اولاد لو اعمل اون واوف دايما هيحتاج باور اعلى، انما الكونتينوس مود هيحتاج باور اقل. يعني ايه؟ كل ما بفتح واقلل الجيتس، كل ما بفتح واقفل التيوب الاون والاوف بتاعت الباور، قيمة الباور الماجنتيود بتاع الباور اللي واصل في النهاية يبقى أقل. فبالتالي على سبيل المثال لو عايز أوصل للتشو بواحد وات، واحد ونص وات، ممكن أوصلها من الكونتينوس، ممكن أوصلها من البالسد مود. البالسد مود لو 50% هبقى محتاج 3 وات عشان يديني واحد ونص، لما الكونتينوس مود الواحد ونص، الواحد وات أو الواحد ونص وات هيوصل واحد ونص. وكنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن مشكلة الكونتينوس مود ان ما بيعملش تيشو ريلاكسيشن تايم، ما بيديش فرصه للتيشو انها ترتاح. هيفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا ان انا شغال هيبقى عندي فاست اكشن، اكشن سريع بخلص بسرعه بريح راسي، انما البوست اوبتيف كومبليكيشن، البوست اوبتيف هيلينج، البوست اوبتيف بين يفرق. فعشان كده احنا دايما كنا بنحب الاميشن او البالسد مود. خليك لو اي مش ايه مش عارف الكلاب النهارده هيجي كده ليه، خليك لو اي ماشين بتشتغل بيها اربيوم هيبقى عندك افلاوي، هيبقى عندك 900 صوت الكلاب. ها جبران وصل لك صوت الكلاب؟ لا لا يا دكتور ما فيش صوت وصل من طيب. صوت حضرتك بس بدا وصل لك الكلاب، عاد بيردوا على بعض، عاملين مصيبه يعني، عاملين بلاح. طيب دلوقتي لو بصيت على ده،
الكنترول بانل بتاع الاربيوم ياد بتاع دكتور اسماعيل. البارامتر اللي فيها عندي الباور وعندي التايم، عندي المود سواء كان بالسد او كونتينوس، طبعا وهنا كلهم هيبقوا بالسد، الفريكونسي، التب سايز، التب اللي انا بشتغل بيها حجمها بيكون ايه، والاير ووتر سبراي. هنا لو ظابط، لو انا عايز اعمل جنجفيكتومي مثلا، هنا ظابط الووتر على 15% والاير على 45%، وبيستخدم تب يعني زي البير كده حجمها 600. انت عندك من 200 لحد 800، المتوسط العام اللي بنشتغل بيها من 300 ل 600. الباور هنا لو قلنا 1 واط 50 مللي جول، لانه مستخدم البالسد مود اللي هو 50% و50%، وفريكونسي 20%. سوري اسف، ايه اللي بقوله ده، 20 هرتز. خليني اقول لك ان انا لو غيرت البالسد مود الماكسيمم باور اللي واصل لي يتغير. لو غيرت التايم، هنا لسه مفيش تايم، حطيته دقيقه دقيقتين ثلاثه، الماكسيمم باور اللي واصل لي يتغير، اللي هو ال 50 جول ممكن تبقى 25، ممكن تبقى 100 جول، على حسب انا ال دي اللي احنا بنقول عليها الاوتبوت او الاند ريزلت هيخرج لي يوصل للتشو قد ايه. ايفن برضو لو غيرت حجم الطب دي 600، لو صغرتها الباور اللي هتوصل تبقى اكتر، لو كبرتها الباور اللي هتوصل تبقى اقل. حتة السلكتيفيتي يا ولاد، احنا عندنا مين اللي بنشتغل على ووتر ولا هيدروكسي اباتايت؟ الووتر كونتنت بيختلف من الانامل للدنتين للكاريز دنتين. فانا لو بشتغل عند انامل انا عند فيش تقريبا ووتر كونتنت، الووتر كونتنت اقل من 10%، فهحتاج ازود الووتر في الووتر اير سبراي. شايفين هنا مش كان عندي هنا الووتر اير سبراي، الووتر هنا انا مقلل الووتر قوي لان انا كنت شغال مده المفروض هشتغل مع سوفت تيشو. طيب خليني الدنتين نسبه الووتر زادت عن الانامل وزاد البروتين. الكاريز دنتين بيقل قوي المينرالز وبيزيد الووتر والبروتين، فدي اصلا بيئه خصبه ان انت تقدر تستخدم معاها الاربيوم وانت مرتاح. لو انا ظابط البارامتر بتاعتي وبقابل الثلاثه دول مع بعض، اكيد هيشتغل على الكاريس ليجن احسن واقوى من الدنتين، الساوند دنتين احسن واقوى من الانامل. ايه دي تقريبا النظريه يا ولاد اللي احنا بنشتغل عليها، التيشو سلكتيفيتي، التارجتنج، انا بتارجت اني تيشو. عشرة مية وسبعين، 41، 29. انا فتحت لك المايك، اقرا معايا التارجت تيشو لو سمحت. Target tissue, the difference in water content is important to consider access to composition of keratin lesion. تمام. The main اساس احنا بنقيم بنقيم التيشو دي فيها قد ايه ووتر، فيها قد ايه مينرالز، فيها قد ايه بروتين. كملي يا ست البنات. chromophore of enamel dentin is water content between the crystal of hydroxyapatite. The other chromophore is hydroxy group OH of hydroxyapatite found in hard tissue, but OH doesn't contribute in ablation. تمام، يعني هو هنا الابليشن بيعتمد على الهيدروكسي اباتايت، ما بيعتمدش على الاو اتش جروب، لان هو مش تفاعل كيميائي يا ولاد، هو ميكانيكال انتر اكشن. هو ده مش كيمياء، مش بايو كيميكال انتر اكشن، مش عامل زي اللو ليفل ليبر سيرابي كده، لا ده كيميكال انتر اكشن. سوري اسف، مش كيميكال، ده ميكانيكال انتر اكشن، سامحوني انا قلت كلمه غلط. طيب عشان تشتغل بالليزر انت محتاج عدة عوامل، الاوبريتر والبارامتر اللي بتشتغل بيها والتيشو تارجت. اوبريتر لازمته ايه؟ في واحد ايده خفيفة واحد ايده تقيلة. يعني ايه؟ يعني في واحد ايده بتقعد على التيشو فاكر نفسه بيشتغل بهاي سبيد او لو سبيد، واحد تاني ايده بتتحرك لانه عارف انه المفروض بيشتغل زي ريشة الرسام، لازم ايدك تبقى بتتحرك على طول. فهتلاقي دانتست بيحتاج يشتغل ببارامتر عالية قوي فما بيوصلش للنتيجة اللي احنا عايزينها. احنا ميزة الليزر
عن النورمال او الكونفنشنال تكنيكس، ان انا بعلي الهيلينج، بقلل البوست اوبتيف كومبليكيشن وبقلل البين. طبعا البين ما بيروحش خالص، ما بيبقاش زيرو بين، بس بيقل كتير. فده هيخلف من الدكتور اللي بيدي طاقة أكتر للتشو من الدكتور اللي بيستخدم طاقة قليلة ويقدر يعمل الفانكشن بتاعته. نفس الفكرة يا ولاد بتاعة الإكس راي، مبدأ الألارة تكنيك، الألارة بيز لو تفتكروها، إن أنا ببقى عايز بأقل باور أو بأقل بارامتر أعمل الفانكشن اللي أنا محتاجه. التارجت تيشو طبعا هيختلف، لو أنا بشتغل بأربيوم ياج أو أربيوم كروميوم هيفرق إذا كنت بشتغل على هارد تيشو او تيشو فيها ووتر كونتنت عالي، كيريس دنتين من انامل من ساوند دنتين. والبارامتر خلاص دي احنا بقينا عارفينها يا ولاد، بقينا حافظينها. احنا بنرقب يا ولاد بسرعه. الالبيوم بيشتغل ازاي؟ زي ما قلنا، بطاقه عاليه بتخش في المولكيولز، في الانترستيشيال مولكيولز، في الانترستيشيال سبيس، بيخش في المولكيولز، بيخش في البوند اللي ما بين المولكيولز وبعضها، بيعمل سوبر فيلوسيتي، اهتزازات عالية جدا، سرعة عالية جدا، سوبر سونيك فيلوسيتي، بتسخن المكان جدا، فبيحصل الانفجار. طب انت حتى التشو مش بتلاقيها، انت بتبقى فيبر. احنا قلنا دي خلاص. طيب خليني اقول لك ان انت ممكن تعمل الافكت عند 200 درجة او عند 1000 درجة، ولكن الفرق ما بينهم، الفرق درجة الحرارة هتفرق في الانتر اكشن اللي بيطلع. يعني انا لو اشتغلت من 200 ل 1000 درجة، انا بغير الاستراكشر بتاع الدنتين، بغير الاستراكشر بتاع الهارت تيشو. اكتر من 1300 درجة انا بسيح الهيدروكسي ابوتايد، بعمل لها ملت. والبروبرتي دي بيفكروا بيها النهارده، بسببها بيفكروا في علاج اخر للفراكشر، اللي هو ممكن يبتدي يقفل الفراكشر. لو عندي كراك صغير ممكن يقفله، بدل لما كنا بنقول الفراكشر الفيرتيكال روت فراكشر بنخلع السنه وبنرميها، بداوا يفكروا في حلول اخرى للفراكشر. نقول تاني يا ولد ان الحراره مش لازم تكون مبذر فيها، مش لازم تكون بتشتغل، وما يفرقش معاك الكولنت، ما يفرقش معاك الباور العالي، وتقول انا بشتغل بالبيام ماج او البيام كروميوم. لا طبعا يفرق معاك، لان ايفن الالبيام ماج والالبيام كروميوم ممكن يطلع منها حراره. تمبريتشر هنا بتغير، انت مشكله الالبيام بالذات ان التمبريتشر، فرق التمبريتشر ممكن تغير الاستراكشر بتاع الهارد تيشو بتاع الهيدروكسي ابوتايت موجوده تحتك، زي ما احنا شايفين في الصورتين هنا يا ولاد، واحده حرقت والتانيه سيحت. مجرد بس ان غير البارامتر اقل من 1000 هو حرق التشو، واكتر من ال 1300 هو سيح التشو، عمل لها ميلتنج. ايه لازمه الووتر، الاير ووتر سبراي اللي بنستخدمه؟ اقرا يا عبد الرحمن ناصر. مصر عبد الرحمن ناصر، سلام عليكم. عبد الرحمن اقرا يا حبيبي. رول اوف اكستنسيف ووتر ان ذا هارت تيشو ابليجن، ايه لازمه الاير ووتر سبراي اللي بره؟ كول ذا تارجت تيشو، كولينج ذا تارجت تيشو، لان برضه استنى بس يا عبد، لان برضه يا ولاد الاير بي ام ياج والاير بي ام كروميوم هم حراري. الايه يا حبيبي؟ الشاشة مش واضحة، توضح عندي الصور كلها. خلاص مفيش مشكلة، اقفل المايك وانا هقرا او هخلي حد غيرك يقرا. برضه يا ولاد الالبيوم ياج والالبيوم كروميوم حراري، والحرارة دي نسبية. لو قلنا ان الديود حرارته عالية، الالبيوم ياج والالبيوم كروميوم حرارته اقل، ولكن لو هشتغل على بون، البون مهم جدا عندي علشان احافظ على البون، انا ما ينفعش يتحرق، ما ينفعش درجه الحراره تزيد، لان البون كان بيبقى حساس جدا. فايفن برضو الثيرمال افكت ده، ولو انه قليل نسبيا، بس لسه في ثيرمال افكت. حاتم
احمد حاتم، انا فتحت لك المايك. بعد كود تارجت تيشو كلين ذا سيرفيس، ايه رايك ريموف فيه؟ ديبريس فروم حاتم، ذا احمد ابليشن سايت. حاتم نعم يا دكتور. كمل كمل. Avoid structural damage. Avoid structural damage. Stop undesirable settlement changes. وسافر ابليجن. تسلم يا وحش، اقفل المايك بتاعك. شكرا يا دكتور. احنا قلنا ان الاير ووتر سبراي، لو الووتر هنا في الاير ووتر سبراي لازمته انه هيكون التارجت تيشو بيخلي دايما السيرفس كلين عشان يقدر يعمل ابليجن. في تيشو بتطلع، التيشو دي بت 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 بتنظفها، بتسيب السيرفس كلين عشان يقدر يعمل الافكت بتاعه. ريموف ديبري، افويد ستراكشرال دامج. ستراكشرال دامج ده بيحصل ازاي؟ لو التمبريتشر عليت، فاكرين من لحد 1000 درجه هيحصل افكت، وفوق ال 1300 يحصل افكت تاني. علشان تقدر تشتغل تعمل افكت كويس لازم تستخدم الويب لينس المناسب للتشو. يعني انا عايز مثلا اشيل في بوم، عايز اعمل ابيسكتومي، ما ينفعش اجيب الدايد ليزر واقول ان انا هقطع بيه الروت، او اجيب الدايد ليزر وابقى عايز اعمل بيه ابقى عايز اعمل بيه ترافل للبون، الكلام ده مش هينفع. وما ينفعش برضو الاربيوم هيشتغل على الصف تشو، بس ما ينفعش مثلا اعمل بيه انا عايز اوقف بيه بلاد بليدنج او حاجه كده. فانت محتاج انك تستخدم الويف لينس المناسب مع الكروموفومز مع التارجت تيشو المناسب عشان تطلع باحسن نتيجه، وتقلل بارامتر از ماتش از يو كان، ودايما تخلي السيرفس بتاعك كلين. يعني لو بستخدم بعمل مثلا على سبيل المثال ديبيجمنتيشن، ديبيجمنتيشن هيطلع انا كاني بحرق التيشو، فعشان البيجمنتيشن هيطلع فيبر، العين هيبقى شامل ريحه التيشو بتاعته. لازم تحط ساكشن. لو انا بشيل انامل او دنتين لازم يبقى دايما بعمله ووش اوت عشان يبقى عندي السيرفس كلين، لان الليزر بيخلف عن الهاي سبيد واللو سبيد. الليزر اكيميليتيف يا اولاد، لو البير بتاع الطب بتاعتي فضلت واقفه في نفس المكان فهي بتدي طاقه اكتر. الفرق ما بين الليزر يا اولاد والتورباين، ما بين الليزر والهاي واللو سبيد، ده يتحفظ. توقع كده، دي بيجيبها على طول وتحفظها الفرق ما بينهم. توقع السؤال ده كده يتحط لك وترصهم زي بعض تحت بعض. آسر معاك المايك، يا آسر اقرا الدنتال دريل. احمد آسر انا فتحت لك المايك، احمد لسه مصحوش، قولوا له ان انا اديته ما ردش عليا. احمد مجدي فتحت لك المايك يا مجدي. طب انت قفلت المايك اهو يا ياسر، يبقى انت صاحي. احمد مجدي، وفي ايه يا اولاد انتوا نايمين؟ ماشي ماشي خلاص، عرفت يا ياسر المايك عندك مش شغال، خلاص اقفل. ومجدي برضو مش موجود. احمد محمد القصاص، اقرا يا قصاص. معاك يا دكتور. اقرا يا وحش، قول بقى يا قصاص بعد كده. استنى قول للاس، لا اس خلاص عرفت المايك بتاعه بايظ. لما مجدي فتح البرنامج وتقريبا نايم او بيلعب جيم، تلاقيه نايم. وبقول لهم دنتال دريلز، دنتال دريلز هاي سبيد اند لو سبيد، دنتال دريلز مي بي ليد تو سيرفيس تمبريتشر ريزد ديو تو فريكشن. بلبل بيشتغل يا ولد، استنى يا ولد، مش احنا بنشتغل بالهاي سبيد واللو سبيد؟ ممكن يحصل فراكشن، يرفع درجه الحراره يحرق، وانت اصلا لو ايدك داست شويه على الهاي سبيد وانت بتفتح اكسس ولا بتعمل اي حاجه ممكن تلاقي الدنتين لونه اتغير. طب ممكن تحرق وممكن تعلي درجه الحراره. ده مش كده وبس، ده انت لو عندك البير معوج شويه بيعمل حاجه اسمها اكسترينستي، فاكرينها؟ دكتور فاكرها يا قصاص صح؟ تلاقي البير بيلف كده كانه بيلب، فده برضو بيعمل مش كده، مش بيعمل فراكشن، يزود التمبريتشر، يزود التمبريتشر ويعمل كمان فريكشن. بالظبط، فريكشن ويعمل كراك. طيب دي حاجات عيوب موجوده في التورباين. كمل. بلبل تمبريتشر ريزد باي كوندكتيف ثيرمال اليفيشن اراوند 20 درجه. تمام
production 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 of debris and the smear layer. تمام دي موجودة دي حقيقي موجودة في التوربين إنه لما بيتفرفت الدنتين يبقى لما بتشتغل على الدنتين أنت بتفرفته بتحوله لتراب. تيشو كراكينج المية والبنزول. يا واد استنى يا ولا يا واد استنى يا واد بتكلم الدنتين الفرافيت الدنتين مع المية والإيريزول بتعمل طبقة كده عاملة زي المض عاملة زي الطينة تقفل الدنتينال تيبيولز اللي هي بنسميها السمير لاير. ده حقيقي ده موجود مع الروتور العادي. شو كراك الكراكس دي هتحصل ازاي؟ من الروتيشن بتاع البير لو في اكستريسي اي هزه ممكن تفصل التيشو تعمل لي فيها كراكس. كمل يا حبيبي. possible removal of healthy tissue. لا هو اكيد بيحصل لان التوربين الدنتال دريل ما بيقدرش يفرق ما بين الهيلثي والنون هيلثي تيشو ما بيقدرش يفرق ما بين الكيريز دنتين والساوند دنتين. كمل يا حبيبي. no cavity bacteria bacterial decontamination. يعني ايه؟ يعني انا بسيب الكافيتي زي ما هي. هو ده ما بيعملش sterilization. ده مطور ده روتور بيلف يقطع بس عامل زي الشنيور. هو شنيور يقطع بس فما عندوش القدرة انه يعمل decontamination ما عندوش القدرة انه يعمل sterilization للسايت اللي انا بشتغل عليه. متخيلين العيوب دي كلها هتلاقيها من ذات في الليزر. كمل. no no preferential removal of high water content cares. We uses of anesthesia. لازم تستخدم الانستيزيا. We use of anesthesia. تمام. يعني بيبقى معاه pain. عايز اقول لك عشان بس ما نكذبش على بعض الليزر مش هيبقى مش يعني هما بيبيعوا الليزر يسوقوا الليزر يقول لك استخدم تكنيك ما فيش منه ألم. طبعا مش هتحس معه. طبعا الكلام ده مش حقيقي. هتحس ولكن البين او الاحساس هيبقى اقل كتير من الكونفنشنال. وبرضه ده متوقف على الاوبريتور اللي بيشتغل البارامتر اللي بيشتغل بيها. تسلم يا قصاص. اقفل المايك بتاعك. عافية يا دكتور. حبيبي. احمد اسامه ابراهيم فتحنا المايك بتاعك يا احمد. اقرا كده الدنتال دريل ميزاته بقى الحاجات اللي مش هتلاقيها في ال يعني احنا قلنا دي عيوب الهاي سبيد واللو سبيد اللي هتلاقيها ميزات في الليزر. دي بقى ميزات الليزر اللي مش سوري ميزات الدنتال دريل اللي مش هتلاقيها في الليزر. اقرا يا ابراهيم. دنتال دريل ستيل هاي سبيد اند لو سبيد دنتال permit tactile feedback and fast dental procedure and apply different shape of the preparation both end and lateral side of the percut. تسلم يا حبيبي. اقفل المايك بتاعك يا وحش. يعني ايه الكلام ده يا ولد؟ انت البير بتاعك خد بالك لما بشتغل بلايت انا مش حاسه مفيش tactile sensation. لما بتشتغل ببير انت حاسس البير وقع من الام الدنتين وقع من الدنتين لبالب. انت شغال في تيشو هارد. لا التيشو دي صافت شويه. انت في حاسس بالكاتش حاسس ان في روف عايز تشيله. كل الحاجات دي انت بتحسها بالبير. انما مش هتحس الاحساس ده مع الليزر لانه لايت ما عندوش السنس ده. كل الاوقات انت لازم تعرف ان لحد النهارده البير اسرع بكتير بيعمل فاست بروسيجر هو اسرع بكتير من الليزر. الليزر ده ضوء فمهما كان بياخد وقت هو بطيء شويه. البير انا في عندي الروز هيد في عندي الراوند بير في عندي الانفيرتد ترانكيتد كون في عندي الفشر في عندي التيبر. اقدر اعمل اشكال مختلفه للكافيتيز. اقدر اعمل الكافيتي فيها اندر كات تبقى انفيرتد كون. اقدر اعمل سوسر شيب. اقدر اعمل الوولز دايفرجد او كونفرجد. انما الكلام ده مش موجود في الليزر لان الليزر بيقطع بس اند كاتنج ما بيقطعش لاترال. فما اقدرش احافظ على ما اقدرش اعمل الشكل. عشان كده بنقول ان الدنتال دريل لحد النهارده تقدر تعمل بيه ديفرنت شيب من البريباريشن وتقطع بيه اند ولاترال كاتنج. انما الليزر بتقطع بيه اند بس لان هو الضوء بيطلع من التب بتاعه الليزر فبيروح على طول ما بيروحش لاترال. الليزر بقى ميزاته ظهر عندي حاجه اسمها المايكرو دنتستري المينيمال انفيزيف دنتستري. كنا زمان قبل ما يظهر الليزر
كنا بنحاول نعمل تيبلس كافيتي ونحط فيها كومبوزيت، كنا بطلنا الشكل اللي تعلمناه من جي في بلاك. بس كان لسه عندي مشكله ان انا ممكن البير يشيل دنتين ساوند، دنتين ساوند تو ستراكشر. لما ظهر الليزر يا ولاد لا خلاص، انا عندي ريستوريشن تتحط في اي كافيتي، وعندي انسمنت تقدر تعمل لي شيبلس كافيتي، تقدر تشيل بس الديزيز تيشو وتسيب الساوند توث ستراكشر. كان هو ده الليزر. مايكرو دنتستري يعني هاي سيلكتيفيتي، اقدر افرق ما بين الكيريوس والمانكيريوس تيشو، اقدر افرق ما بين الديزيز والهيلثي تيشو. كلين سيرفيس ابسنس اوف ديبري اور سمير لاير، فعلا لما بتشتغل بالليزر تبص بعد كده بالمايكروسكوب ما تلاقيش فيه سمير لاير. مش كده وبس، ده انت مفيش مايكروبس، ده بيعمل ديس انفكشن. الليزر يا اولاد، استخدام الليزر بتسيب كلين ديس انفكتد سيرفيس، فبالتالي هي بتعمل اوتوماتيك دي كونتامينيشن. ولو بتشتغل بنوع ما بيعملش دي كونتامينيشن، ممكن تستخدم الديود على بارامتر من 0.3 ل 0.7 تعمل بيه دي كونتامينيشن للتشو. لو في عندك في السايت اي بكتيريا بتموتها، وطبعا دي ميزه رهيبه، ميزه بتقلل كمان معاك البوست اوبتيف انفكشن. لو بتشتغل بتعمل سيرجريز او بتعمل اي حاجه عايز اسبتك كونديشن، انت تقدر توفر الاسبتك كونديشن بالليزر. مش ممكن. قلنا كلين سيرفيس ابسنس اوف دبري اور سمير لاير، كرييشن اوف راف سيرفيس. في بعض الاوقات بنبقى عايزين رف، وفي بعض الاوقات بنبقى عايزين سموث. فانا لو بشتغل مثلا بالاربيوم، الاربيوم بيعمل مايكرو كافيتيشنز، فهو هيسيب لي راف سيرفيس. الكلام ده مناسب جدا لو انا عايز احط كومبوزيت وعايز مايكرو تاجز، لما لو في وقت تاني عايز سموث سيرفيس مش هيبقى مناسب ليا. ريدكشن اوف بوست اوبتيف كومبليكيشن بالب هايبر سنسيتيفيتي بين لوس اوف بالبال فيتاليتي. بص بقى دي ريلاتيفلي بالب هايبر سنسيتيفيتي والبين واللوس اوف بالب فيتاليتي دي واقف على انا بعمل ايه. يعني انا لو بشتغل باربيوم وضامن ان انا مفيش عندي حراره عاليه، والاربيوم ده سيرفيس انتراكشن ما بيوصلش ديب، وما فيش عندي موتور بيتهز، فالكلام ده واقع. كنت بحكي من كام دلوقتي على الاربيوم، بس انا بتكلم عن مثلا على الليزر كله. انما لو بشتغل بدايود يا اولاد، الدايود ترمل وبيعدي اللايرز، يعني انا ما اقدرش احط ابدا ده كده اربيوم يا اولاد، ما اقدرش احط التب المنظر ده او دايود. لو حطيت التب المنظر ده على بدايود هتعدي من الانامل والدنتين وتوصل للبلب تحرقه. فالسيفتي اوف ذا بالب تيشو متوقف على نوع الليزر اللي بشتغل بيه، وبالتالي متوقف على زاويه الليزر اللي بشتغل بيها. يعني انا لو بشتغل بدايود، طبعا انا مش عايز اعمل حاجه على الانامل، بس مثلا بشتغل على الجينجفا، انا ما اقدرش اقف بالمنظر ده، لازم اغير زاويه البور بتاعي، خليها 45 ل 90 درجه على اللونج اكسس اوف ذا توس، عشان تبعد عن البالب تيشو، عشان ما تحرقش البالب تيشو. طيب لربب كده بسرعه ميزات الاربيوم لو اشتغل بالذات الاربيوم، يعني عن التوربين لو اشتغلت بيه، بستخدم الليسبين فبالتالي بستخدم انستيزيا اقل، كولاترال دامج بيبقى اقل، يعني ما بقى مش هحرق تيشو، مش هعمل كراك، مش هعمل، مش هسخن. ريديوس باثوجينز لان انا عندي بعمل ديس انفكشن، بسيب السايت كلين فري اوف بكتيريا، مفيش فايبريشن، مفيش اهتزازات والدوران بتاع الروتور، مش هعمل بريشر، انا مش، انا الموتور بتاعي انا ما عنديش بير بضغط بيه على التيشو عشان يقطع لو هو ضل ولا بتاع، لا ده انا عندي لايت بيوصل للتيشو بيعمل الافكت، وبالتالي اكيد ما عنديش، مش درجه الحراره مش هتعلى، ده انا اشتغلت بارامتر مظبوطه، فمش هحرق البالب تيشو. عيوب الليزر الاربيوم ليزر، مفيش التكتايل سنسيشن، عندك فيجوال تشيك، مفيش التكتايل سنسيشن، مش هتقدر تحس بالكاتش، مش هتقدر تحس بان اللي تحت ايدك ده سوفت ولا هارد، لان انت مش لامسه بانسترومنت، انت بتسلط عليه ضوء. اند كاتنج فايبر، ما عنديش اللاترال كاتنج، فبالتالي ما اقدرش اعمل انفيرتد ترانكيتد كور على سبيل المثال.
القطع بتاعه الكاتنج سلو مش في الانامل بس، في الانامل والدنتين وفي كل حاجه. الاربيا عامه ابطا بكتير من الماتور، فالبروسيجر بتاعتك بتبقى وقتها اطول شويه، بس طبعا البوست اوبتيف كومبليكيشن اعلى. الجهاز زي ما قلنا مليون وربع، المليون ونص، في حاجات اكتر دلوقتي الساعه، فده جهاز انفستمنت عالي ما تقدرش تجيبه وتبيع عليه بطاطا يعني. هتجيبه تبقى عارف انت هتستخدمه في ايه بالظبط. لو استخدمت سيتنج مش مظبوطه ممكن تغير الاستراكشر بتاع التيشو اللي تحتك. طيب ما يقدرش يعمل ايه يا ولاد؟ ما يقدرش يشيل امالجم، ما يقدرش يشيل جولد ريستوريشن، مش مناسب ان انا اعمل بيه كراون ريدكشن. اقدر افتح بيه كافيتي، اقدر اعمل بيه اكسس كافيتي اندو، بس هتاخد وقت طويل وهتبقى مزعجه ومش هيبقى عندك التكتال سنسيشن ان انت تعرف الديلوفين فين، ولكن هو مناسب جدا في ان انا اشيل بيه كيرز، بان انا اشيل بيه اعمل بيه دي بيجمنتيشن، ورائع جدا في شغل العظم ان انا اعمل بيه ساينس ليفت، لانه السلكتيفيتي بتاعته هتقدر تفرق ما بين العظم وما بين اللايننج بتاع الساينس، مش هتكسره، مش هتحرق البول، مفيش ثيرمال افكت، وكمان مفيش انفكشن، هو بيقلل الديس انفكشن. فاللي هو يعني 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 زي ما هو ليه ليميتيشن في اماكن، بس هو رائع وموصوف لاماكن تانية. احمد سعد اقرا معايا كده الاربيوم ليزر ابليجن تكنيك. احمد يا سعد لو فتحت لك المايك معاك يا دكتور. اقرا يا وحش ولاد. الكلام اللي قلناه من شويه ده يعني احفظه عن ظهر قلب، هجيبه لك في الامتحان. يعني مفيش امتحان من اول ما بدات ليزر ما بيخلاش من الاسئله دي. الجراف لازم بيجي في الامتحان، بيجي لازم كام سؤال على الجراف، لازم بيجي الفرق ما بين الاربيوم، سوري ما بين التورباين والاربيوم، الحاجات دي كلها لازم بجيبها. اقرا يا وحش. ابرم ليزر ابليشن تكنيك التيب اولوز اوت اوف كونتاكت. يعني ايه يعني؟ وانا بشتغل اربيوم يا احمد الليزر تيب بتاعتي ما تلمسش السنه، لازم تبقى دايما بعيد. احمد انت المايك بتاعك بيقطع، خلاص يا ابو حميد اقفل المايك بتاعك. يونس في بلاد الله. يونس يا وحش. احمد يا يونس. ايوه ما ايه بقى يا احمد يونس، هو احمد يونس. ايه ده فعلا ولا عندي في الدفعه يونس واحمد يونس؟ طيب سوري انا كنت بادي على احمد يونس. خلاص اللي جاوب بقرا يا يونس. اقرا يا حبيب قلبي. ابليجن تكنيك لازم التوب بتاعتك ما تلمسش التشو لسببين. اول سبب انها لو اتجرحت ماشي خلاص يا احمد مفيش مشكله. طب ما تقعد جنب يونس واستخدم المايك بتاعه بهرك، لانها لو لمست التشو بتتجرح فمش هيطلع منها الليزر. دي حاجه. حاجه تانية، الاربيوم عامه بيشتغل نون كونتاكت مود. انت متخيل التب اللي انت بتشتغل بيها دي لو كانت زيركون او كوارترز؟ التب دي غاليه قوي، ولو اتجرحت مش هتطلع ليزر تاني، الافكت بتاعها يقل. ولو جرحت اكتر ممكن تحرق التيوب جوه. فعشان كده بقول لك دي عمليه حساسه جدا انك تشتغل ليزر باربيوم، هو حساس جدا. وعايز اقول لك ان لو بتشتغل بلينس المرايات اللي جوه هي ذهب. انت متخيل المرايه اللي جوه اللي بتعكس لك هي ذهب؟ والله لما كنا بنفكها علشان نعمل لها صيانه هو قرص ذهب. فانت بتشتغل بماشين هي فيري ديليكت وفيري سنسيتيف وفيري اكسبنسيف. تب اولويز اوت اوف كونتاكت. كمل. يعني ايه؟ وتب بامبد ان واوت. يعني ايه الكلام ده؟ تسلم يا يونس، اقفل المايك بتاعك. احنا قلنا يا اولاد الروتور العادي ممكن احطه على التيش واوت شويه، ما اقدرش اعمل كده مع الليزر.
الليزر لو فضلت قاعد مكاني فانا بعمل accumulation للباور، وده غلط. فانا بعمل ايه؟ لازم اتحرك يمين وشمال وفوق وتحت برضو. يعني ايه؟ كاني بشتغل بريشة فنان، بس من خط خفيف واتحط عليه الخط، مش كاني بشتغل بمشط. المشط بتحطه تغرز توصل عظم وتقطع قطع واحد. انا ما تقدرش تعمل كده مع الاربيوم او مع الليزر عامه. لا، انت بترسم بريشة فنان، تحط خط هادي خفيف وتحط فوق الخط التاني والتالت والرابع، تعمل اكيميليشن واحده واحده تتوزع على كل التشو. ده بالنسبه للموف باكورد وفورورد. طب بامب ان وبامب اوت ليه؟ يعني ايه بامب ان وبامب اوت؟ يعني تقرب من التشو وتبعد عن التشو، تقرب من التشو وتبعد عن التشو، عشان تغير البارامتر بتاعتك. علشان انت بتاكل لايرز من الدنتين، تاكل لايرز من الانفكتد تشو، فتقدر تقرب وتبعد فتغير الافكت بتاع قوه التاثير. يعني انت دايما مش هتبقى على نفس المستوى. انت كل ما بتشيل لير بتبقى محتاج تخش ديبس اكتر، ولازم يكون في اي ووتر سباي. تسلم يا يونس. عمار ابراهيم. ستيبس ديورين كافيتي بريباريشن يوزنج اربيوم ليزر. احنا هنا بنتكلم على الجايد لاين بتاعت الكومبوزيت يا اولاد. انا بعمل شيبلس كافيتي وهحط بعد كده كومبوزيت. عمار اقرا. عمار ابراهيم يلا يا اولاد. طيب قولوا لعمار برضو ان انا نديت، واضح ان هو كان دكتور. ايوه يا عمار. لا عمار قال دكتور. قول يا صقر. دكتور بعد اذنك ممكن سلايد اللي قبل كده تدفع كام؟ اهي قول عايز اسال فيها ايه دكتور. دلوقتي لو الليزر يعني لمست السوفت تيشو مش ممكن تعملها لاسيريشن؟ الليزر ده نور. ما انا فاهم، ما هي هتقطع. تكلم التب؟ لا مش التب، الليزر نفسه يعني ممكن تقطع. هي اصلا اوريدي بتقطع في السنه، فلو مثلا بالغلط جيت على السوفت تيشو ما كده تعملها لاسيريشن برضو صح؟ على حسب البارامتر اللي انا بشتغل بيها. مش لازم هتعمل لاسيريشن، على حسب البارامتر. في بارامتر ممكن ما تأثرش فيها خالص، ما تأثرش في السوفت تيشو. نور على حسب البارامتر اللي انا بشتغل بيها والويفلنس ممكن تأثر او ما تأثرش. يعني انا عايز اقول لك ان الاربيوم ياج والاربيوم كروميوم لما كنا بنشرح للولاد كنت امسك الطب واحطه على ضفري واقرب وبعد علشان اوريه الافكت، لان الافكت بتاعه كان بيبقى هادي يعني. فهمني ولا لا؟ فالإربيوم ما تقلقش منه قوي. اللي بتقلق منه وتعمل حسابه ألف مرة الديود. الديود بيطلع حرارة، الديود بيمتص في الصباغات، الديود ممكن يعنيك بعد الشر. إنما الإربيوم هو سيف، سيفر كتير عن الديود. جاوبت على سؤالك ولا لا؟ تمام يا دكتور. ماشي. ممكن تكون في حتة وأنا بجاوب في حتة تاني. فلو ما جبتش على سؤالك قول لي. تمام. لا كلام دكتور، تسلم. ماشي. مين عندك؟ انا سبع ناس حواليك، مين عندك نخليه يقرا بدل ما انا عمال انادي على النايمين وبحرجهم؟ عمار نايم. طيب عمرو علاء بسيوني معاك يا دكتور. عمرو علاء الدين بسيوني معاك. اقرا يا وحش. احنا هنقرا ايه دلوقتي يا عمرو؟ هنقرا steps during cavity preparation using erbium laser. دلوقتي احنا هنتكلم على يعني احنا هنجهز السنه ان احنا نحط سوري كومبوزيت جايد لاين فور cavity preparation او cavity compression. اقرا يا وحش. عمرو انت صوتك راح ولا انا اللي فصلت؟ دكاتره انتوا معايا ولا لا؟ يا صقر سامعني؟ جبران سامعني؟ ايوه دكتور. مش هو عمرو اللي وقع. طيب عمرو الديب بعد عمرو علاء. اقرا يا عمرو الديب لحد عمرو علاء ما يجلد. يا اولاد الذين، هو انا بكلم نفسي؟ اقرا يا جبران معلش. لا مفيش اي مشكله خلاص بقى. حظك الوحش انت اللي بكره. يلا خير برضه يا دكتور.
الساعة 8 دي صعب. ما عشان كده بحاول اوريكم عشان اصحيكم. خلاص بقت 9 اهو دلوقتي، صباح الخير. يعني انا برضه على فكره صاحي بالنار يعني. لا يا دكتور احنا والبرد تشتغل والشتاء يجي والصحيان دي بقى حاجة صعبة خالص. انت مين يا ولدي؟ أنا منصور، فكرني بيك. انت محمود اللي عمل الاسبوع اللي فات كيس كويسه؟ من عسكري. ها؟ اللي عملت كيس ما صدقتكش، الجسمك بادي بيلدر؟ ايوه ذاك يا وحش. فاجئتني بصراحه الاسبوع اللي فات بالكيس اللي انت عملتها، ارفع لك القبعه يعني. شابوه يا ولد. لك يا دكتور، كله بفضل تعليماتك. يا عم اقعد بقى، انت ثبتني تضحك عليا يا حبيب قلبي. يا جبران First, start to clean the area with ultrasonic or abrasive pests. تمام. الأول أنت خد بالك، أنت بتحضر السنة عشان تشتغل كومبوزيت، ها؟ مظبوط. مش هتعرف تاخد شيد، مش هتعرف تحط ريستوريشن، مش هتعرف إلا ما أنت بتهتم بالإيثاتكس الأول. تستخدم ultrasonic وabrasive paste، تعمل scaling وpolishing، non contact mood. With both hand base manual skills. تمام. Third, keep constant working distance. That's granty smallest while beam diameter. يعني ايه؟ بقعد اقرب، مش احنا قلنا فكر، نرجع لها كده بسرعة. احنا نرجع كتير قوي، ماشي. اهي. مش احنا قعدنا قلنا نقعد نقرب ونبعد بالهاند بيس لحد ما اوصل للفوكس بوينت، اكتر نقطة فيها فوكس، هو ده اللي هو بيقصدها دلوقتي. معلش يا جبران بنقطعك، معلش يا وحش. يعني احنا يا دكتور المفروض نشتغل بالفوكال بوينت، يعني نوصل لغاية الفوكال بوينت ولا؟ ايوه الحتة اللي فيها الماكسيمم باور. لو انا ظابط البارامترز بتاعتي مظبوطة وبشتغل، المفروض اشتغل على الفوكس بوينت. بس ان كيس وانت شغال عينشتك موجوع، اسراء الحنفي في المايك بتاعي، وانا شغال العين اتوجع، هعمل ايه؟ او حسيت ان انا شوية. بدي باور اكتر، هعمل ايه؟ ابعد شوية، اعمل دي فوكسينج، ارجع لورا شوية او اطلع لقدام شوية. كمل يا جبران. فورس بيم اولويز ان كونتينوس موفمنت. اوعى تثبت ايدك، لو ايدك ثبتت على التيشو هتتحرق. مش هتتحرق سوري، هتديها باور اعلى من اللازم، لازم ايدك بتتحرك. حد كلمك سرحت في اي حاجه، عايز تعمل اي حاجه، ارفع رجلك من على الفوت كنترول فوت سويتش وطلع الهاند بيس من بق العيان. لما تبقاش شغال وانت ثابت في مكانك، سرحت تفكر في حاجه، عايز تعمل حاجه، لا ما ينفعش، لان انت بتعمل اكيميليشن للباور. بالظبط كانك ماسك الهاي سبيد ودايس على براون بير ودايس على التشو، انت بسرحان بتعمل حاجه تانية، بتفكر لا كانك دايس، كانك لسه بتعمل افكت، كانك لسه بتقطع في التشو، لان بيحصل اكيميليشن للراديشن باور. كمل يا حبيبي. Fifth control of parameter is of prime important. بارامتر بتاعتك اهم حاجه. احنا كنا واحنا صغار، شكرا يا جبران في المايك بتاعك، واحنا صغار يا اولاد كنا بنمشي ورا الدكاتره. لما كنا في ايطاليا كنت اجري كده ورا دكتور اقول له قول لي البارامتر بتاعتك، انت بتشتغل دي كونتامينيشن ببارامتر ايه، انت بتقطع في الانامل ببارامتر ايه، انت كل واحد كنا بنجري نعرف منه البارامتر اللي شغال بيها. لحد بعد شويه لما تشتغل ليزر انت هتبدا تعمل يور اون بارامتر. الاجهزه النهارده لما بيبيع لك جهاز جديد بيقول لك ده عنده بري سيت بارامتر، هو كده المفروض بيقول لك ميزه، انا ما بعتبرهاش ميزه، ده عيب. البريسيت بارامتر دي يشتغل بيها الغشيم. يعني ايه؟ يعني بيديك بارامتر عاليه قوي عشان انت لسه ايدك ما فيهاش سنسيتيفيتي، فتعمل معاك الايفكت اللي انت محتاجه. لما بعد شويه لما يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي الكاتنج بارامتر، لو بتعمل سيرجري الكاتنج في سوفت تيشو بارامتر من 4-6 واط. 4-6 واط ده كتير جدا، انت ممكن تقطع ب 3 و2.5 واط. فده اللي اقصده، انك مع البريسيت البارامتر مهم جدا ان انت تظبطها، دي بتعرفها مع الوقت.
مين يقرا؟ اسراء الحنفي اللي المايك بتاعها كان مفتوح. ايه كده اسراء؟ ستة اريجيت. Irrigate copiously the area with water spray. تمام، لازم يبقى فيه اريجيشن كويس قوي. الاريجيشن بيعمل كذا حاجه. اول حاجه لو انا بشتغل باربيوم هو بيديني ميديوم اقدر اعمل بيها ابليجن، وبعد كده بيوش اوت الدبري اللي ممكن تطلع من البريباريشن بتاعتي، وتالت حاجه انها بتعمل كولنت. لو عندي وانا بشتغل حصل اكسيدنت لاي سبب من الاسباب التمبريتشر زادت، هو بيقللها، لان احنا زي ما لو زي ما تفتكري لما قلنا من شويه التمبريتشر لحد 1000 درجه يحصل افكت، فوق 1300 يحصل افكتين. فانا ممكن لو التمبريتشر زادت الاستراكشر بتاع الدنتين نفسه، الاستراكشر بتاع التو ستراكشر نفسه يتغير. كملي يا ست البنات. Use pairs and or manual instrument to check margin debit. يعني ايه؟ احنا قلنا ان الليزر ما فيهوش تاكتايل سنسيشن، انا مش هقدر عايز احس كده الول ده خلاص بقى سموث، هنا ما فيش اندر كات، هنا عايز اعمل الحاجات دي ما بقدرش احسها بالليزر، فلازم كل شويه اجيب يا اما بروب او حاجه احس بيها اعمل بيها تشيك او ببير. بس طبعا احنا بنعمل بالبروب، بحط رابر دام اسيد اتش اسيد اتش ديليزد كافيتي، الكافيتي اللي عملتها بالليزر بومبنج. بص خد بالك من هنا، انت ممكن كمان في بعض الحالات دلوقتي عملوا بيبرز بداوا يعملوا ابحاث ان هم ممكن في الاربيوم ما يعملش اسيد اتش، يعتمد بس على المايكرو تاجز بتاعتهم بتاعت المايكرو كافيتيشن. بوند ابلكيشن بليسمنت اوف ريزن كومبوزيت، ودونت فورجيت تو ابلاي ليزر سيفتي. ليزر سيفتي هنتكلم عنها المحاضره الثانيه لوحدها. شكرا يا اسراء، تسلمي ايدك يا ست البنات. اقفلي المايك بتاعك. البارامترز يا اولاد اللي بيعتمد عليها الليزر، قولي يا حبيبتي. بارامترز، هو احنا دلوقتي لما كنا قلنا في السوفت تيشو بتبقى من 4 ل 6، انا عايزه افهم يعني هو لما الرقم يبقى كبير كده الشده بتاعتها بتبقى كبيره ولا العكس عشان اتلخبط في بص يا آية، ده مثل والمثل ده غير صادق. يعني ايه؟ يعني الجهاز بتاع الدايود لما بيجي وعايز يقطع بيه، عايز يعمل جراحة، يعمل انسيجن، بيظبط له البارامتر لحد 6 واط. 6 واط ده كتير جدا، المثل ده يعني ده يحرق. لما بتتعلمي ليزر بعد شوية بتستخدمي لحد 2.5 و3 واط. طيب بس دي كده مش بارامتر كاملة، هو ال 6 واط او ال 3 واط دي كان كونتينيوس ولا بالس مود، الطب اللي بيشتغل بيها كان 200 مايكرون ولا 400 ولا 600 مايكرون. فاهمين يا ست البنات؟ ايوه ما حضرتك. يعني على سبيل المثال احنا بنحب نشتغل في الانسجن، لو هفتح فلاب لو هقطع تيشو اكسجن او انسجن بحب اشتغل بكونتينيوس مود، لان انا خلاص هقطعها فانا ما يفرقش معايا البيد والبوست اوبتيف كومبليكيشن، لان انا التيشو دي خلاص انا بخلص منها. ولكن في نفس الوقت انا عايز احافظ على التيشو اللي باقيه، فبنقلل البارامتر. يعني ممكن اشتغل كونتينيوس مود بس اقلله شويه، اقلل 1.5 2 واو. طيب عشان اقدر اعمل الشغلانه اللي احنا بنحكيها دي، لو استخدمت تب صغيره فالاوتبوت باور اللي خارجه بتبقى عاليه قوي، لو استخدمت تب كبيره فالاوتبوت باور اللي خارجه بتبقى قليله شويه. زي بالظبط فكره ان انا بستخدم خرطوم الجنايني، خرطوم بتاع الجنينه، انت لو عايزه تخلي الميه تروح بعيد بتضغطي عليه من الجنب فبتقفلي المكان اللي بيخرج منه الميه، فالميه بتروح بعيد، بتروح اسرع وتروح ابعد. هي نفس النظريه في تغيير الطب بتاعت الليزر، لو حطيت طب اصغر بتعمل ماجنتيود بتعلي الباور الاوتبوت باور، لو حطيت طب اكبر الباور اللي خارجه بتبقى اقل شويه. انا رديت على سؤالك ولا اتكلمت في حته ثانيه؟ لا لا تمام فهمت شكرا. طيب مثل الاربعه والسته واط ده مثل يا اولاد، ايوه هو مكتوب في الاجهزه كده، بس اربعه وسته واط ده كتير جدا. different parameter setting to consider during erbium heart tissue evaluation. لو انا هشتغل، بس طبعا دي جايد لاين، يعني ده مش حاجه مسلمه، انت بعد شويه ممكن تغير البارامتر دي وانت بتشتغل. يعني مثلا قلت لك الباس ديوريشن كذا، انت ممكن تزوده او تقلله بعدين.
احنا كنا لو مثلا بقول في الديود انا عندي فيه بستخدم بتكلم على الوات الباور بالوات او الميلي جول وبتكلم على التب ديامتر التب دي كانت 200 مايكرون ولا 100 مايكرون وبتكلم على المود سواء كان كونتينوس او بالست. هنا برضو عندي بارامتر في الالجم بس البارامتر هنا فيه اختلاف شوية البالس ديوريشن بالس الويفز اللي خارج البالسيشن بتاعها عامل ازاي الاوتبوت باور كام وات البالس ريت التب ديامتر التوتال اكسبوجر تايم والووتر والاير سبراي بريشر زي ما قلنا الباور الفريكوانسي البالس مود التب ديامتر الاير والووتر كونتنت في حاجه هنا تاني او التايم اوكي بالس ديوريشن فور ذا هارت تيشو ابليجن انا عايز اقطع هارت تيشو هارتشو انا عايز اقطع الجول تو كات دي هارتشو انا عايز اقطع الهارتشو ديكريز بالس ديوريشن ان اوردر تو انكريز البيك باور يعني ايه يعني انا بقلل البالسيشن شويه علشان البيك باور بتاعتي تزيد البالس كل ما زاد كل ما البيك باور قل يعني ايه الباور دي عشان تطلع زي ما هي 4 وات عشان تطلع 4 وات هي 4 وات لازم كونتينوس مود لو عملت بولس مود 50% ال 4 وات دي هتطلع لي البيك باور بتاعتي 2 وات بولس ديوريشن رينج فروم 50 ملي سكند 75 100 160 لحد 200 ملي سكند عشان اشتغل على هارت تيشو انا ممكن اشتغل من اول 50 ملي سكند ده الديوريشن لحد 200 ملي سكند ملي سكند دي البولسيشن تايم يا اولاد يعني ممكن اقعد اشتغل ربع ساعه بس الربع ساعة انا الباور اللي بيجيلي قد ايه البولس بيجيلي كل قد ايه دوت بنتكلم على البولس مود يا اولاد يا رب تكونوا فاهمين دي يعني مش كونتينوس مود بولس مود يعني الهيرتز الفريكونسي اللي جايالي قد ايه في الوقت هنا بيقول لك ان احنا اشتغلنا بالمود الاس بي 1 الاس بي 1 اللي هو 75 ملي سكند بقى يبقى في اس بي 2 اس بي 3 اس بي 4 يديك البارامترز المختلفة او الميلي سكندز المختلفة طيب الاوتبوت باور فور ذا هارت تيشو ابليجن احنا كنا من شوية نتكلم على المود يا اولاد البولس مود قلنا في 50 ملي سكند 75 100 160 200 ده كان الفرق عن الديود الديود كنا بنقول 50% 75% 100% لما هنا بنتكلم بالميلي سكندز يا اولاد بعد كده الباور اللي خارجه الاوتبوت باور الاوتبوت باور طبعا متوقفه على كذا حاجه منها البالس مود والفريكوانسي الاوتبوت باور بتساوي الانرجي في الانرجي في الفريكوانسي الفريكوانسي اللي هو الاوسيليشن انا بطلع كام اهتزازه في الثانيه في الميلي سكند برضو في الثانيه يعني. High power, high energy setting to cut the heart tissue. الـ energy اللي بشتغل بيها بصوا اشبهها لكم ووريها لنا كده بالظبط يعني انا قعدت فترة كبيرة مش فاهمها لحد ما قعدني الاستاذ بتاعي على كان بيعلمنا على راس جمل على عظمة جمل وجاب غير الفريكونسي على الفريكونسي قوي وقال لي اعمل خط على العظم وقال الفريكونسي قوي وقال لي اعمل خط على العظم الفريكونسي العاليه يا ولد بتعمل خبطه قويه لو عملت خط تلاقيها منقره جنب بعض الفريكونسي القليله تعمل خبطات صغيره ما تتشافش فتبقى بتعمل سموث كات نقدر نشبهها بخبطه بمذبه ولا الف خبطه بشاكوش ان الفريكونسي كل ما زادت الفريكونسي كل ما كانت يعني بص لك بوم وتستنى شوية بوم وتستنى شوية بوم الضربة قوية جدا ممكن تحرق والسبيس اللي ما بينهم بيخلي الكات بتاعك مش سموث انما اللو فريكونسي ضربات ضعيفة اضعف من الاولانية ولكن سرعتها ورا بعض اتصالها ورا بعض بتخلي الكات بتاعك سموث انا افضل اشتغل بفريكونسي قليلة بس كات سموث تاخد وقت اطول عن ان انا اشتغل بفريكونسي قويه جدا بس الكات بتاعها مش سموث وممكن تعمل كولاترال دامج
يعني الضربة القوية دي ممكن تبص تحت تحتك على التيشو تلاقي حتة العظمة لونها متغير، تغمقها شوية كأنها بتحرقها، لأن الفريكونسي لما بتعلق بتبقى الضربة قوية جدا بس مش حاكمها قوي يعني. High power setting to cut the heart tissue for enamel cutting. بستخدم من 4 ل 5 وات اللي هو بيطلع لي تقريبا من 200 ل 240 ملي جول. وفور دنتين كات بستخدم من 2 ل 3.5 وات اللي هي تقريبا من 100 ل 180 ملي جول. احنا بنتكلم اولاد في البار والانرجي. وصل الحته بتاعت الفريكوانسي دي ولا لا يا اولاد؟ عشان الفريكوانسي دي قعدت تتشرح لي 50 سنه ما فهمتهاش الا لما شفتها على حته العظم. بالسريت فور ذا هارت تيشو ابليجن. قول يا حبيبي هنجيلها دلوقتي. 800 اللي تحت دي حجم التوب اللي بتشتغل بيها، دايمتر بتاعها 20 يعني ايكوال فايل 200 سوري ايكوال فايل 20، 800 ايكوال فايل 80. انا بس مش هبالكش ابقى متخيل ده حجم التوب بتاعت اللي انت شغال بيها يكبر ويصغر. والتي والاتش ده نوع التوب اللي انت شغال بيها، ممكن تشتغل بحاجه زيركون او بتشتغل بحاجه كوارترز، ممكن تشتغل بمواد مختلفه. بلس ريت فور ذا هارت تيشو ابليجن بين 15 ل 25 بلس بير سكند. فور هارت تيشو كاتنج فريكوانسي من 15 ل 20 ل 25 هرتز. ممكن تستخدم دي او دي او دي. نقول تاني يا اولاد الفريكوانسي البلس ريت البلسيشن اللي بتخرج اللي هي خبطه جامده بوم او خبطات ضعيفه متتاليه اسرع ورا بعض. لو ضربت خبطه فريكوانسي، لو الفريكوانسي بتاعتك البلس بتاعك البلسه قويه النبضه قويه ما تقدرش تبقى ورا بعض بسرعه، لازم نبضه وتريح يبقى في ما بينهم انترفال بوم بوم بوم. لما لو عملت نبضات بلس ريت بتاعك سريع هيبقى اضعف شويه بوم 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 او بوم 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 بوم. ارجو ان تكون واصله يا اولاد، يعني دي بيديني الافكت على التيشو مختلف. طب دايمتر دي اللي كنت لسه بتسال عنها يا يونس اللي هو الرقم اللي تحت ده. التيب دايمتر بنشتغل عندنا من 200 مايكرون، بس 200 مايكرون ده في الدايود اللي بشتغل بيه، مش كل الدايود كمان اللي بشتغل بيه اندو بعمل بيه دي كونتامينيشن. انما عامه كده في التابس بتاعت الاربيوم اربيوم ياج اربيوم كروميوم بتلاقي من 300 400 ل 1000. 1000 ده كبيره قوي ما بنشتغلش بيها ما بنجيبهاش، و300 دي صغيره. الخام من 400 ل 600، 400 دي ايكوال فايل 40، 600 دي ايكوال فايل 60. تبقى بس متخيل حجم التوب بتاعتك. فكره التوب دايمتر ان انا كل ما بستخدم توب كبيره كل ما الاوتبوت باور اللي جاي لي يوصل ضعيف، البيك باور يبقى اقل. يعني انا شغال بباور 4 وات 20 هرتز مطلع لي ملي جول 200. لو بص ال 200 دي انا لو غيرت من 800 دي هتعلى، لو قللت من 800 من 800 دي 400 البيك باور تعلى، لو زودت 800 دي خليتها 1000 ولا 900 ولا حاجه البيك باور هنا تقل. نفس نظريه يا اولاد كنا بنقولها من شويه، خرطوم الميه بتاع الجرايني. انت واقف بتسقي الجنينه، لو سايب الخرطوم عادي الميه هتنزل تحت رجليك قريبه. عندك هناك كده بعيده عنك بتاع 2 3 متر في شجره عايز تسقيها مش عايز تروح لها، تقوم تدوس على جنب الخرطوم تضيق الفتحه اللي بتخرج منها الميه، فتلاقي الميه تروح لبعيد تبعد توصل للشجره دي. هي دي نفسها تقريبا فكره التب عامه. مين يقرا؟ يلا مروه الشربيني. مروه الشربيني اقرا يا مروه. الو علي صوتك يا مروه. التيب دايمتر سمول تيب دايمتر 300 مايكرومتر انكريز ال بار دنسيتي بيك تيب دايمتر من 800 ل 1000 ديكريز بار دنسيتي. بس انا عايز اقول لك حاجه، تقريبا ما بشتغلش بال1000 ده، يعني انا ما شفتهاش ولا مره. انا اللي اشتغلت بيهم 400 لحد 800 400 600 800. بتكلم على ال الاربيوم. يلا usually enamel and caries we work with 800 micrometer tip. Sometimes we use 600 micrometer tip. اسلمي ست بنات في المايك بتاعك. التيب دايمتر ده يا اولاد زي السايز بتاع البير
انت عندك بتشتغل ب 0.8، بتشتغل بواحد، بتشتغل باثنين، بتشتغل باربعه، ده بالظبط زي السايز بتاع البير يا ولاد. توتال اكسبوجر تايم، كل ما بيزيد الاكسبوجر كل ما بيزيد الابليجن، كل ما بيقل الاكسبوجر بيقل الابليجن، ودي يعني مفهومه. ووتر واير، ووتر والووتر اير ريت، ووتر اير سباي، كنا حتى بنشبهها اهو، دي كربوس كبيره هيطلع منها كميه ميه كتيره بس ما تروحش بعيده، صغيره يطلع منها ميه قليله بس تروح بعيده، اللي هي فكره انك تقفل او تفتح الدكت. وبعدين كل ما تعمل اريجيشن اكتر كل ما يبقى الافشنسي بتاعتك احسن، كل ما يبقى عندك السيرفيس كلين، كل ما يبقى عندك السيرفيس ما يتحرقش، ما يبقاش في عندك ثيرمال افكت اون هارت تيشو. اكستنسيف ووتر اريجيشن بلاي كابيتال رول، ات ليست 8 مليمتر اوف ووتر بير مينتس، ولازم تعمل الاريجيشن بتاعتك تبقى كابيتال. شكرا يا اولاد، اشوفكم ان شاء الله بعد الميدتيرم. الميدتيرم هيبقى لحد هنا. احنا اخدنا كده، استنى نبص كده مع بعض، شير ماي ديسكتوب. انا عندي اخدنا الفيزيكس والسوفت تيشو انتراكشن والهارد تيشو انتراكشن، الثلاث شبات دول. توقع ان انا هجيب لك الجراف، لازم هيجي في اسئله على الجراف، ممكن اجيبه او ما اجيبوش بس لازم يبقى في اسئله عليه. توقع ان ممكن اجيب لك ديفينيشنز، توقع ان انا ممكن اسالك في الاربيوم، في الـ في الـ في الروتور والحاجات دي. الاسئله هتبقى ام سي كيو تور. عايز اجيب شورت نوت، حاجه صغيره كده، بس قالوا لي في المحاضره اللي فاتت بتاعت الاندو تقريبا ان يعني شورت نوتس بتاعه هيبقى مزعج، فخلينا نفكر. بس مبدئيا كده يعني ما تقلقش من الامتحان، بس الامتحان لازم هيفرق ما بين اللي بيحضر وما بيحضرش، يعني انتوا الدفعه بسم الله ما شاء الله 300 واحد، والنهارده حاضر معايا اقل من 40، انتوا كام؟ 40 41 طالب. اشكركم على حضوركم واجتهادكم، انتوا قايمين الصبح بدري كده. حد فيكم عنده اي سؤال يا وحوش؟ هو العيادات ان شاء الله تفتح الساعه كام؟ يعني كل واحد فعلا في سكشنه ولا ساعه ما اجيب